مساكم الله بالخير متابعينا مرة ثانية، ونتابع محطاتنا الحوارية لهذا اليوم، ويسرنا أن نلتقي بالعميد المهندس عبد الله الدوسري، مدير إدارة وقاية محافظة الفروانية بالإدارة العامة للإطفاء. حياك الله ويانا. يا أهلا وسهلا ومشكورين على الاستضافة، ومساكم الله بالخير أنتم ومشاهديكم الكرام. حياك الله، مس النور والسرور والسعادة المباركة، وشكرا لقبولك هالدعوة. عميد مهندس عبد الله، راح نتكلم ونتعرف عن الوقاية وشروط الوقاية وطبيعة العمل بإذن الله، وأمور كثيرة بإذن الله، ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير. مشاهدينا، ومن بعد هذا التقرير عن المهام اللي تقوم فيها إدارة الوقاية في الإطفاء، يا ريت العميد عبد الله لو تكلمنا أكثر عن سبب إغلاقكم ل 92 منشأة غلق إداري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الغلق إداري 92 منشأة ما مو من اليوم، صارنا الفترة الحملة أكثر من 4 شهور، وهي جهود مشتركة بين جهات عدة من الدولة، المسمى اللجنة القائمة على تصحيح الأعمال بجنيب الشيوخ. فالإدارة العامة للإطفاء جزء من هذه اللجنة مع الإدارات الثانية، كل واحد يقوم بعمله. فالإدارة العامة للإطفاء احنا نحرص على قيام الناس أو المنشآت أو الساكنين المكان على الاشتراطات الوقائية تكون موجودة، ونحرص على الشيء هذا. فبناء عليه قمنا بالقلق إداري. طبعا ما قلقنا إداري على طول، يعني ناخذ في إجراءات نمشي فيها، في عندنا بروسيجر أو آلية معينة، آلية معينة نمشي عليها، اللي هي بداية نخطر صاحب المنشأة في عنده المخالفة الفلانية، المخالفة الفلانية وصححها. إذا قام بتصحيحها نعطي، نصدر له تراخيص ويمشي عليه. إذا ما أخضره، إذا ما نفذ الشيء الخطوة اللي وراها، نبدأ في مخالفته، مخالفة ما هذا، الإجراءات نمشي لين يأتي أمر اللي هو قلق إداري، اللي هو الآخر شيء النهائي. لا، في بعد إجراء وراء بعد. نعم. فالقلق إداري يصدر من المدير عام سعادة الفريق خالد ركال المكرات، وأصدر 92 أغلق غلق إداري ونفذنا أمس. نعم، هذا بخصوص الإغلاق. العميد، ماذا عن المخالفات، يعني المرحلة اللي قبل الإغلاق تفضلت فيها، وخصوصا في هالمنطقة، في هالمنطقة اكتفيت في المنطقة ولا مناطق أخرى أولا؟ لا طبعا احنا عملنا على مسح طول كامل مثلا، احنا على طول أيام السنة احنا نمسح المناطق الكويت كلها، يعني كل محافظة تمسح المنطقة اللي عندها المسؤولة عنها، إداريا. فمن ناحية اشتراطات الوقائية لجميع المنشآت، جميع المباني التجارية الصناعية الاستثمارية، فبناء عليه احنا عملنا قائم. ولكن الخصوصية الجريب، لأن فيها كان مشاكل كثيرة، ولكن الحمد لله الآن تصحت يعني بصوره كبيره. لو اذا حد فيكم زار، يمكن اثناء حديثك مع المشاهد الكريم يشوف بعض خلينا نقول الضبطيات او الاغلاق، انتم موجودين. نعم، اذا يعني هذه المشاكل او هذه طبيعه عمل الاغلاق، اخر مرحله اللي هي الكي مثل ما قلنا. الكي لا، بعدها تاتي مرحله نرسلها للتحقيقات وتروح محكمه، ويحكم القاضي عليه بغرامه معينه وتنفيذ الاشتراطات نفسها اللي احنا اللي مطلوب منه. نعم، يمكن احنا طماعين. فاطمه، انت بديتي ب 92 واستخدمت الرقم. هم بعد بستخدم الرقم على المخالفات بشكل عام. قدرتوا تحصرون عدد المخالفات بالجليب او في انت ابوها ونسمها؟ لا طبعا بالجليب اللي حصرناه بحدود 535 مخالفه خلال 4 شهور. نعم، بالمنشآت والاستثماري بحدود 133 مخالفة. طبعا هذه في المباني الاستثمارية تكون فيها سراديب فيها تخصيب معين، يضعون جراجات. هي أساسا سكني ولا استثمار؟ سكني. هذا بحد ذاته مخالفة. اي، وطبعا البيوت السكنية احنا ما نقدر ندش عليها، ولكن البلدية تدش عليها فنخطرهم، نبلغهم شنو يسوون. لو وجدنا مخالفات كبيرة، مصانع، مناجر، يعني حدث ولا حرج، يعني كارثة. في مواد غذائية كل شيء موجود. ساتر يا ساتر، مو مقصرين فيهم إن شاء الله. الحمد لله. يا ريت تكلمنا عن الصعوبات اللي تواجهكم أثناء الغلق الإداري. والله هل في تعاون؟ إيه طبعا، هن تعاون الداخلية على طول، ويعانى جزاهم الله خير
ومسي عليهم بالخير على طول ويانا، اي على اساس ان لا سمح الله طبعا الناس لما يصير قلق اداري وهذا يسكر وهذا مصدر رزقهم فيتضايقون، فالداخليه معانا على اساس انه بس كضبط الامن، طبعا ان شاء الله ما يصير شيء بس انه بس كضبط الامن، ومثل ما انت شايفين لما نروح مكان ان شاء الله الامور طيبه يصحح اخطائه، فعنده تصحيح الاخطاء راح تلغى المخالفه. احنا الهدف الاساسي هو تنفيذ المخالفه وليس العقاب او القلق الاداري نفسه بحد ذاته حتى تزال هذه المخالفه. حتى تزال المخالفه. طيب الشيء بالشيء يذكر، وذكرت يمكن قبل شوي لما يمكن مع زميلتي فاطمه ذكرنا عمليه المناجر لقيته في الاماكن السكنيه استخدمت لاغراض غير المخصصه له، وقلت لك مطاعم وقلت لي والله للاسف في هالحالات احنا عارفين بلد مؤسسات وقانون، مكان خاص يحتاج اذن نيابه، وذكرت انت لا هذه مسؤوليه البلديه. عيشنا في هالجو العام ووفقا للقانون حتى كل قطاع يقوم بعمله على اكمل وجه. طبعا احنا في اللجنه المشتركه موجوده فيها تقريبا حدود 9 أو 10 وزارات، تقريبا اغلب وزارات الدوله. فكل وزاره لها مدخل على المخالفه نفسها. فنستخدم صلاحية الوزارة هذه أو الجهة هذه في المخالفة وفق العضو اللي باللجنة معك. بالعضو اللجنة معنا، فنستخدم صلاحية هذه. فحد بالآلية هذه يعني التعاون هذا أمانة أثمر بالمنطقة الجريب. لو تشوف منطقة الجريب بداية الحملة والآن راح تشوف الفرق، يعني طبعا إذا شفت بداية راح تشوف الفرق، بس الحين تروح يمكن ما تشوف، بس لو بداية شفت المكان قبل وبعد أمانة شيء مختلف جدا يعني. يعني أثمرت اللجنة فعلا، وطبعا ونشكر الجهات كلهم اللي تعاونوا معنا وإحنا نتعاون معهم. كفو عليكم جميعا ولا ست لها. الله يطول عمركم. الله يعطيكم العافية. شفنا بعض الممارسات الغير حضارية في تحويل سكن خاص إلى مطعم في جليب الشيوخ، شنو دوركم في إزالة مثل هذه المخالفات؟ لا طبعا إحنا للأسف يعني إحنا كإدارة عامة لإطفاء السكن الخاص ما عندنا اي سلطه على السكن الخاص، بيوت السكن الخاص، فنحولها للجهات المعنيه مثل البلديه. البلديه عندهم سلطه معينه اذا كان فيها ممارسات غير السكن المخصص له، طبعا يتخذون اجراء قطع التيار الكهربائي عنها، يحولونها وزاره الكهرباء، الوزارات الاخرى طبعا عندهم اداره الاغذيه، فيدشون من كل اتجاه. نعم يمكن بحد ذاته التنوع اللي تفضلت فيه في اللجنه المشتركه حتى تتسلسل. شكرا جزيلا للعميد المهندس عبد الله على قبولك دعوتنا، وقواكم الله جميعا. مشكورين على الاستضافه ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله نراكم في الايام الجايه. حياك الله، سهل مبارك. كل الشكر لك العميد عبد الله على قبول هذه الدعوه، وكل الشكر لك اكيد الزميل عبد الله. متابعينا وصلنا معاكم الى ختام هذه الحلقه من مساء الخير يا كويت، اكيد راح نجدد معاكم اللقاء غدا بإذن الله.